دونك السلام عليكم، مرحبا بكم. ما ان شاء الله باذن الله نديروا هذا التصحيح ديال هذا التمرين هذا. دونك هذا كاين في دونك يعني في الاطار المرجعي اللي شفتوه، هذا واخا ديال اس في تي بالنسبه لي خدمو بي سي وحتى سيونس مات اللي بغا يضبط الامور ديالو. هذا الدرس الاخر ديال التحكم في التطور مجموعه كيميائيه، كونترول ديفوليسيون دان سيستيم ولا دين سيستيم شيمي. داكوغ، دونك هذا كيدوي على الدرس الاخراني. دونك اللي غادي يحضر لهاد اللايف هذا غيستافد منه بزاف. غنكملو باذن الله، غنديرو واحد التمرين ديال سيونس مات، راني حطيتو البارح حتى هو في الانستغرام. دونك نتمنى انكم فهمتوا، الا زادت شويه كتبوا لي في لي كومونتير، انا راه خدام معاكم اون باراليل. دونك ندعو على بركة الله. هذا 2016 اس في تي، من كانوا معنا الناس اس في تي غير حاولوا تخدموا وطنية غير كيعاودوا من الاخر. دونك هنا هاد التقديم ضروري، عندك تسير الوطني وفي التقديم ما تقراش، التقديم ضروري تقرا. هاد التقديم هذا هاد البريزونطاسيون راه كاين فرنسية وعربية. دونك تختلف التحولات الكمية حسب نوعية. بالنسبة للبيسي دي واحد النصيحة، بالنسبه للبي سي حاولوا تقراو هذيك الديباجه اللي كتكون هذيك لانتروديكسيون كيكونوا فيها دي زانفورماسيون خصوصا في النيكليير. دكو سبيسيالمون في النيكليير خصكم ضروري تحضروا معاه. دونك هذا 2016 اس في تي اللي بغا يدخل بي سي 1.ma، انا غنشوفو نلوح لكم ليا دابا، نلوح لكم في لي كومونتير. بارطاجيو اللايف، بارطاجيو. واخا انا درتو مع الصباح بكري لانني ما خدمتش في الصباح، حاولت ما نضيعوش الوقت لان باش غنسجل الفيديو غديروا له ما نديروه لايف يكونوا حتى سميتو. دونك انا لحت لكم. دونك شوف معايا مزيان، يهدف هذا التمرين الى دراسه كيفيه التحكم في تطور مجموعه كيميائيه. دونك هذا كيدوي على الدرس الاخراني. داكوغ، فيزياليتي دو لا ميثود كونترول ديفوليسيون دان سيستيم شيميك ا بارتور de réaction de synthèse de l'aspirine. Donc l'aspirine fin qui est là, qui est notre dernier cours, c'est de la chimie. D'accord. Donc elle dit qu'il est notre dernier cours. Donc là, elle va être bien, elle va comprendre le cours de l'année ou quoi ou alors c'est. Donc dans le cadre de ma première de savonification, de qui fait le savon. D'accord. Donc هنا من خلال تفاعل تصنيع الاسبيرين حمض الاستيل ساليساليك، الاستيل ساليساليك، ودراسة تسرب جزيئات هذا الحمض في الماء. دونك يعني هنا كاينة الدوزيام بارتي في هذه ليتيود ديناسيت افيك لو، يعني دراسة حمض مع الماء. داكوغ، وي راه شيمي اورغانيك اللي بغا يفهمها. وكذا دراسة التحول التلقائي في الحمض. دونك هذا كيدوي على المكان. انا غنخرج الجزء الاول، الجزء الاول تصنيع الاسبيرين في المختبر. دونك سينتيز ديال لاسبيرين او لابوغاتوار. داكوغ. دونك يمكن تصنيع حمض الاستيل ساليساليك. دونك سينتيز هاد الاستيل ساليساليك او لاسبيرين، لاسبيرين اللي كناخدو من الفارماسيان. دونك في المخ انطلاقا من تفاعل حمض الساليساليك مع اندريد الايثانول. دونك لاندريد حنا كنعرفو ان لوندغيد هو احد المشتقات ديال الاحماض، سي اون ديريفي ديال لي زاسيد. دونك شوفو وليداتي فاش كتلقاو الاندريد كيكون عندنا ترانسفورماسيون توتال، كيكون تحول كلي وسريع. الهدف ديالنا في هاد لوندريد هذا تيكون توتال اي رابيد. لوبجيكتيف ديالنا فاش كنديرو ان اندريد هو بوغ اكسيليغي، يعني باش نسرعو، بوغ اوغمونتي الغوندمون باش نزيدو في المردود يولي 100%. عقلوا على هاد الكلمات ديال اندريد. باستعمال التسخين بالارتداد. دونك التسخين بالارتداد حتى هو من الامور اللي كتعاوننا في التحول. دونك التسخين بالارتداد كما كنعرفوا عنده جوج الادوار، هو تسريع التفاعل، يعني كيسرع لنا التفاعل العكس ديال حمام مريم، يعني كونتخير ديال الباماغي، وكي يحافظ على مكونات الخليط من الضياع. داكوغ، يعني كونسيرفي لا كومبوزيسيون دو ميلونج كونتخ لي بيرت. داكوغ، انا نشرح لكم اش كيطرا وفق المعادلة الكيميائية. دونك هذه هي ليكواسيون. داكوغ، هذا كاين في 2010 استدراكية بيسي اللي كيقول هذا، هذا راه كاين في 2010 استدراكية بيسي.
دونك كما كنعرفوا هذا العام راه البروغرام 100% وفيه الشموليه حتى في الامتحان، دونك غتخدموا كل شيء باش حتى واحد ما يبقى يقول لا هذه ما كاينه، خدم كل شيء ما تبقاش تنط راه يقول لك هذا تقمير غير عطانا، ما كاينش وليداتي، نخدم كل شيء باش نجي مزيان. دونك هنا عندنا الحمض الاستيل ساليسيليك هو هذا، مع اندريد الايثانويك اللي هو هذا، لونديريد كنديرو هنا الحمض وكنديرو بحال الفوتوكوبي ديال الحمض دكا، يعني كنديرو ليه هنا ليماج ديالو، كيعطينا هذا هو لاسبيرين دكا زائد سي اش 3، هذا كاين تاني في 2015 نورمال بي سي دكا، يعطي اسم المجموعة المميزة دونك بخط متقطع مغلق، نمشيو للفرنسية حتى هما باش ما يتقلقوش، دوني لو دو مو لو نو دو غروبمون فونكسيونيل ديليميتي باردون لو، فاش كنسمعو الغروبمون فونكسيونيل دابا هاد الغروبمون فونكسيونيل او المجموعة الوظيفية حنا خصنا نكونو عارفينهم، فاش كتكون عندك او اش غير او اش كيكونو لي زالكول الكول كحول، عقل على شي فاش كتكون عندك غير هاد، بالنسبة لهادي دابا هاد المجموعة المميزة هادي كتسمى الاستريت ايستر، راه على نص نقطة ما فيها والو، كاين اللي كيخاف من الكيمياء العضوية، الكيمياء العضوية سهلة بزاف لواحد الدرجة اللي ما تصورش سهلة، دونك هادي استرات لأن فيها سي أو أو أو، هادي كحول، أنا غنوريكم حوايج أخرى باش ما تغلطوش فيهم، هاد المجموعة المميزة شتو سي أو أو أش كتسمى أحماض أسيد، هادي اللي فيها سي أو سي أو هادي كتسمى أندريد أنديريد أنديريد كو زين، دونك نعقل أنا دابا من الآخر وليداتي عندنا أربعة المجموعات المميزة، كاين الكحولات كاين الإسترات كاين الأنديريدات كاين لاسيد الأحمر، نعقل عليهم ما فيها والو، هات دوني تشاك موليكيل شغل على نص نقطة، اش غنضيع انا كو نفس النقطة، يعطي مميزاتي هذا التحول، دونك سيتي لي دو كاركتيريستيك دو سو ترانسفورماسيون، دونك هاد ترانسفورماسيون مالها، هادي سي اون ترانسفورماسيون هنا اس في تي 2016 رات، هادر عاودولي مقالة في 2018 نفس الاس في تي، المهم الاول قلنا او اش فاش كنلقى او اش كحولات ليزالكول، فاش كنلقى او سي هادي اللي كنلقاها بحال هكا هادي استريت استير، دوزيامو هو تحول ترانسفورماسيون توتال رابيد تحول سريع كلي صافي زين، دونك هنا نشرحوا لكم هاد لي مونطاج، كاين دابا اللي دار الدرس وكاين اللي ما تسوقش للدرس وكاين اللي كيبقى يتسوق لصحاب السوايع ولا شي واحد راه غينقصوا لينا، وحنا كنعرفوا كاساتذه في القسم ان راه ما يكونش نقص حيت حنا راه كملنا البروغرام واش عندنا داكو، كاين اللي كاع ما تسوق لهاد لي مونطاج، هاد لي مونطاج راه مهمين وليداتي، دونك هذا هو التسخين بالارتداد، نشرحوا علاش، دونك شنو هو التسخين بالارتداد الدور ديالو، هذا هو التسخين بالارتداد هو هذا اللي مزيان، هذا كيتسمى التقطير المائي، هذا عنده واحد سيستم داغلينغ شي حاجة، دونك ولكن اللي كنخدمو به حنا هو هذا التسخين بالارتداد، هذا درتو في الترون كوما في الجذع المشترك بالضبط، درتو في الجذع المشترك، دابا كيفاش كتتم العملية، العملية هذا راه مسدود من الفوق، دكا انت فاش كنديرو هذا كنديرو الرياكسيون هنايا، هذا كيدخل الماء من هنا، الماء كيدخل بارد، هنا كيخرج لنا الماء سخون، دكا نشرحو كيفاش كطرى العملية، فاش كيبدا هذا كتبدا ليبيليسيون، كيبدا عندنا داك كتسخن الماء، الماء كيسخن يعني الميلونج رياكسيونيل كيسخن، كيبدا هنا يطلع هذاك البخار الفابور، هنا فاش كيدخل الماء هذاك الفابور هذا الماء هذا كيبدا يمشي مع المبرد المقبب، هذا راه هنا راه بحال الغيفريجيرون كيمشي هنا، داك البخار فاش كيبقى غالي وكيلقى الماء، دونك هنا كطرى لي ما يسمى بالتكاثف الكوندونساسيون، كيطيح ليا على شكل قطرات، كيطيح على شكل قطرات سوليد داكو، دونك هنا فاش كيطيح عندي على شكل سوليد
يعني لا كونتيتي د ماتيرس كيطرى عليها ما كتمشيش، يعني داك الشيء اللي كاين هنا التفاعل هو اللي غيبقى هنا، هذا هو لافونتاج ديال هاد الترانسفورماسيون. داكوغ، اذا التسخين بالارتداد دائما هو هذا. داكوغ، هو الف. هذا عطاو الباسيف 2018 قال لهم فينا هو، فينا هو سميتو التسخين بالارتداد. داكوغ اوليد هادشي مزيان. دونك التسخين بالارتداد هو هاد التركيب التجريبي رقم واحد، ثلاثة هو رقم واحد. بالنسبة للسؤال اللي سولني يوسف ولدي، بالنسبة واش نخدم، نصيحة أنا نقول لك واحد القضية، إذا كنت تخدم خدم وطنيات، إذا كنت بيسي خدم وطنيات بيسي، وخزيت شوية سيونس مات، داكوغ، وزيدو شوية سيونس مات، داكوغ. كريمة قالت الأستاذ إمتى كنديرو الكاربوكسيل؟ الكاربوكسيل هو، الكاربوكسيل هو فاش كنديرو الصابونيفيكاسيون، داكوغ. فاش كتولي عندنا هنايا هاد الصابونيفيكاسيون شرحوها اللي باقي ما عرفهاش، كيكون عندنا ايستر. مزيان سولنا اسئله بحال هكا، هذا في التصبن السريع زائد اش او موان، دونك حتى الدرس ما شرحتوش في لاشين. هاد الموان شتو وليداتي، هاد الموان كتجي كتلصق في هاد هذا، كيولي عندنا الجروب ديال الهيدروكسيل. دونك الهيدروكسيل كيولي هنا، وهذا اللي كيشد كيولي عندنا الكول. دكوغ، هادي هي الجروب ديال الهيدروكسيل، كتكون فاش كيكون عندنا غياكسيون مع اش او موان. مزيان، قالك ما الفائدة من التسخين بالارتداد؟ قلنا كيلي لانتيغي دو شوفاج غوفلي، دونك هو تسريع التفاعل، راه كيسرع التفاعل والحفاظ على مكونات الخليط من الضياع. داكوغ، ما فهمتش كيفاش غنسميوها كاملة. هذه المعادلة، هذه كتسمى معادلة تصنيع الأسبيرين. داكوغ، دونك هنا أغلبية ديال الوليدات كيجيهم السؤال الأخراني صعيب وأسهل سؤال. أنا غنوريكم الميثود باش ما تغلطوش. دونك هنا ندخلو في حوجلة إن واحد زيرو ديمول من حمض صالي صاليك، وإن جوج، دونك هادو هما لي غياكتيف، وقطرات من حمض كبريتيك. دونك كنعرفو أن حمض كبريتيك الهدف ديالو هو تسريع التفاعل، دونك لو رول ديالو هو لاكسيليغي. داكوغ، سيتون كاتاليزر، هو محفز، حفاز دوره التسريع. بعد التسخين بالارتداد وعملية تنقية البلورات، هذا كدار في اللابو هاد التجربة، كاين بعض الأساتذة اللي عندهم مختبر راه كيديرو الكتلة ديالو، هاهي وعطاوني الكتلة المولية أوجد قيمة. حنا سيدي بلا ما يقول لي المتفاعل المحفز، تبعوا معايا وليداتي. اول حاجه، انت باش كتبغي دير المردود، الله يرضي عليكم، الطريقه سهله. المردود كنكتب العلاقه اللي قرينا في الكور، هي كميه الماده التجريبيه على كميه الماده النظريه في المئه. حتى هنا مزيان. دابا غادي نمشيو للان اكسبيريمونطال. ان اكسبيريمونطال هي كميه الماده التجريبيه. حنا عطاونا لاسبيرين اللي تكونت ليا، هي كمية المادة ديال هاديك لاسبيرين هي الكتلة على الكتلة المولية، اللي هي 15.3 على 180. دونك كنديرو هي 15.3 على 100 هي 0.085 مول. مزيان، دابا خاصنا ان تيوري. عطاوني ان الكمية ديال لاسيد صالي صاليك هي 0.10. هذا دارو ماشي دارو معاهم مزيان، دارو معاهم بط المزيان، هذا فاش عطاهم كمية المادة محسوبة، ودارو ديال لاخر ديال لانديريت هي 0.26. دابا وليداتي باش كنحدو كمية المادة النظرية او لي ان تيوري، كناخدو الرياكتيف لي ميتون. دابا عندي هذا صغر من هذا، هما اصلا قالوا لي في لونسي هذا صغر من لونديريت. مزيان، دونك هذا صغر من هذا، دونك الغياكتيف ليميتون وهذا. اذا ان تيوري يعني كميه الماده النظريه هي المتفاعل الموحد هي 0.10 مول. دابا وليداتي راه هذا وافر على هذا تقريبا، راه كبر منه بجوج المرات فاصله 6. داكوغ، المردود غيكون مزيان. دونك ار كتساوي هي 0.085 على 0.10 في المئة، نعطينا هي 85%. داكوغ،
دونك غنجبد واحد التمرين ديال التصبون سيونس مات نخدمو معاكم، تا هو اللي باقي ما فاهمش كيفية تصنيع الصابون.